أطباء منذ 8 أشهر ظل الأطباء في ولاية بافاريا يقومون بملاحظات تبعث على القلق الشديد طيب للمرضى الذين يعيشون بالقرب من محطات قواعد الهاتف المحمول. بعد الشكوك الأولية تم إجراء قياسات في 40 موقعا، حيث كانت النتائج الطبية على النحو التالي: ما هي؟ أصيب الكثير من الأشخاص بمجموعة مميزة من الأعراض وهي جديدة بالنسبة لنا كأطباء، حيث وجدنا أن المقيمين بالقرب من الأبراج أصيبوا بواحد أو أكثر من الأعراض التالية: اضطرابات النوم والإرهاق والصداع والأرق والخمول والتهجد وعدم القدرة على التركيز والنسيان ومشاكل في العثور على الكلمات والميل الاكتئابي وطنين في الأذنين وضعف في السمع والدوار ونزيف الأنف والاضطرابات البصرية والالتهابات المتكررة والتهابات الجيوب الأنفية وآلام المفاصل والعضلات والشعور بالصمم والخفقان وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الهرمونات وزيادة الوزن وفقدان الشعر والتحرك الليلي والغثيان.